عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. قبل ما نبدأ الفيديو كيف العادة نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا معجون الطماطم، الطماطم الكونسنتري، بما انه تواك وقت الطماطم واسوامه رخيصه في الاسواق، علاش لا ما نستغلوش الفرصه ونعملوا به المعجون هذايا هكا نتاع الطماطم. حاجه تكون دياري نظيفه على عينينا، ما غير مواد حافظه. بالحق 4 كيلو تقريبا من الطماطم، طيحت لي الثلاثة علب هذوما وعلبة أخرى نوريها لكم في الصورة، بما أني طيب به البارح ياسر بنين. بالحق لا فيه لا قروسية لا حتى شيء، ياسر ياسر بنين، وصفة تستحق التجربة. بالحق ننصحكم تجربوها، شوفوا القوام متاع الطماطم متاعنا، شوفوا كيفاش القوام متاعه متماسك، الكولور متاعها كذلك. تو تكتشفوا سر من اسرار المصانع اللي يستعملوهم باش يخليو لنا الطماطم متاعنا تجينا كولورها كيما هكا. دونك اللي تزور القناه اول مره نقول لها مرحبا بيك، فضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنساوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومونتير، ويلا تو كان خليكم مع طريقه التحضير والمقادير. ولا عندي الكمية هذه من الطماطم، غسلتها بالباهي نظفتها. ماذا بينا الطماطم اللي يكون لونها هكايا مستحمر، ما يكونش فيها هكايا شوية صفورية. بالنسبة لي أنا لقيت فيها كعيبة صفورية، أن نحيها باش من بعديكا يجينا الكولير متاع الطماطم متاعنا المعجونة يكون كولورها مزيان ومستحمر. دونك نظفتها بالباهي، مش نخليها كيما هي، مانيش مش نحيلها لا القشرة ولا البذور متاعها، مش نقصها كيما هي. غسلتها نظفتها بالباهي، نحيت لها هذه هكا الشوائب هذوما هكا من فوق، حبيت نوريكم اكاهو. كيما قلت لكم غسلتها ونظفتها، وتويكا مش نقطعها كيما هي كيما هكا، مش نقطعها بالطريقه هذه، مش ناخذ هكا كسرونه تكون غارقه هكا شويه، ومش نقصها هكا ارباع، مش نقصها الكل بالطريقه هذه هكا. كما قلت لكم لا نحيولها لا القشور ولا البذور. كما تعرفوا تويكا الطماطم سومو رخيص، 500 ملي من الكيلو. نستغلوا الفرصة ونعملوا به عدة وصفات، معناتها كما قلت لكم اليوم مش نعملوا الطماطم المعجونة، تنجموا تعملوا بها كذلك ما هو كيف كان قيتوا فيها شوية شوائب نحيوها، نعملو نرحيوها وكذلك نطيبوها ونعملو بها الصوص متاع البيتزا. اهو كوقت اللي تستحقوا تنجموا تمدوا تلقاوها حاضرة. نستغلوا الفرصة كما قلت لكم بما انه الصوم متاعها منخفض كما هكا. حاولوا ناخذ الطماطم اللي تبدا هكا تكون خشينه شويه، نقولوا احنا فيها هكا بزيد ما انت خشينه، كعبة الطماطم تكون خشينه. ولا كيما تلاحظوا هذه الطماطم نتاعي كملت قصيتها في المرحله هذه، مانيش مش نضيف لها لا ماء لا حتى شيء، مش نخليها نطيبها على الغاز. هي بطبيعتها مش سايب الماء نتاعها، طبعا بعد تشوفوها بالمراحل، نمشيو مع بعضنا خطوه بخطوه. دونك كيما هي مش نخليوها على النار حتى لين نحسوا هذيك سيبت الماء نتاعها الكل. طبعا بعديك كيما قلت لكم نوريكم. طالع كيما تلاحظوا هذيا هكا الطماطم نتاعي بريسك هكايا طابت كيما قلت لكم، وتبالت هكا بالباهي. دونك تو مش نطفي عليها النار، نخليها تبرد شويه ومش نرحيوها. ولا تويكا كيما قلت لكم برد بريسك شويه، تو مش نمشي نرحي في القمصان هذيا هكا متاع الجو. وانتوما اي اداه عندكم ترحيلكم تنجموا ترحيو بها. ولا
هلا طويك رحيت الكمية الأولى مش نصفيها مش ناخو هكية غربيل هكا جويد وإلا صفية تكون جويدة مش ما تعديناش هذيك البقايا متاع البذور والقشور متاع الطماطم. دونك هذه هي الكونتيتي الأولى. طبعا مش هنكمل ننحي الكونتيتي الثانية بنفس الطريقة. كملت الحيطة وكيف كيف مش نصفيها. ونصفيها بالبيه بالبيه حتى لين يبقى لي كان هذاك القشور اللي قلت لكم عليه والبذور اكها. بعد هكا يبقى لنا كان هذاك البذور كما هكا لازمنا نستعينوا طبقة بيدنا باش ننزلوا عليها هكا هي بالباهي باش يتعدي لنا الطماطم الكل كما قلت لكم يقعد لنا جوست البذور. هكا نوري فيكم المراحل الكل خطوه بخطوه. هكا ننزل عليها كما هكا. ولا شوفوا بعد ما كملنا خرجناها هكايا بالبي هذيا هكا اللي نتحصل عليه هذيا مش نستغناو عليه. كملت خرجتها تو مش نفوحوا الطماطم نتاعنا مش ناخذ مغيرفه هكايا ملح مش ناخذ مغيرفه فلفل احمر باش من بعديك يعطينا الكولور نتاع الطماطم. وعندي استوس هكايا صغرونه باش تخلي لنا الطماطم المصبره نتاعنا تجي لونها بوردو غامق. هي زيتون نحيت له زيتون اكحل نحيت له النوع نتاعو الدخلانيه ومش نرحيه من بعديك مش نضيفه للطماطم ونعاود نرحيه ونعاود نخرجه بنفس الطريقه. هذه استوس باش تخلي لنا الطماطم نتاعنا تجينا لونها بوردو غامق. حركهم هكا بالباهي ومش نعاود نرحيهم باش هذاك الزيتون يسيب لي الكولير نتاعو ويترحالي اومام طون. هلا مش نعاود نعملو في القمصان نتاع الجو كما قلت لكم ونعاود نرحيه. هلا كملت ترحيته شوفوا كيفاش تغير الكولور نتاعو. حبيت نوريكم الكميه الاولى والكميه الثانيه شوفوا الكولور تغير. هذيا هكا احمر فاتح وهذيك بوردو غامق. ممكن بالضوء يظهر لكم افتح شويه مي فما فرق بين الكونتيتي الاولى والكونتيتي الثانيه اللي ما رحينيهاش. دونك نفس الطريقه مش ناخذ الكسرونه ديريكتومون اللي مش نطيب فيها وكيف كيف مش نعود نصفي الطماطم نتاعي. هلا كيف كيف كيما عملنا الاول مره نعاودو نخرجوه للثاني مره وهي هكا الكونتيتي الثانيه. هلا كيما تلاحظوا كملت خرجتو هكا هو بقالي كان هذاك القشور كيف كيف نتاع الزيتون هكا هو تويكا مش نرجع نطيبها الصوص نتاعي ولا الطماطم مش نرجع نطيبو على النار على نار تكون متوسطه حتى لين يكمل ينشح من الماء نتاعو كيما ريتو ملي بدينا علينا مش نكملو قطرة ما منضيفوهاش. هاو كان اللي تحصلنا عليه الطماطم بعد ما خرجناه هذيا هكا اللي تحصلنا عليه شوفوا كيفاش ارطب واملس تو ديريكتومون كيما قلت لكم مش نخليوه على النار يكمل يطيب. هلا هذه هكا الطماطم نتاعي قاعدة تيب شوفوا نطيبوها في كسرونة تكون غارقة شوية خاطر كيما تراو الطش ياسر الطماطم. دونك نخليها على نار كيما قلت لكم ضعيفة ندور دورة ونحرك من ما نغفلش عليها حتى لين ينشح هذاك الماء اللي فيها الكل. وبعديكا تو تراو القوام الأخير اللي لازمنا نتحصلوا عليه اونديري طماطم معجونة. دونك نخليها تكمل التيب المرحله هذه راهي تاخو بزيد وقت في التيب هكا هو نخليها تكمل التيب ومن بعد نرجعو نكملو بقيه المراحل. هلا شوفوا البنات كيفاش الطماطم نتاعنا قاعده تثقال وتخثر شوفوا ما شاء الله قديش طش ردوا بينا راهي طش برشا
على نار ياسر ضعيفة حطيتها، نخليها حتى لين تزيد تثقال أزيد من هكا. ولا هذه هي هكا الكمية اللي طيحت هالي مع الكمية هذه طيحت لكمية أخرى تنوريكم بعد في الصور. البارح ظلمت عليا الدنيا ما نجمتش نكمل نصور، دونك خليتها بردت وصبيتها في العلب. بالطبيعة بعد ما عقمتهم في الماء السخون حبيت نوريكم القوام متاع الطماطم متاعنا. شوفوا هذه هكا القوام بعد ما بات ليلة كاملة في الثلاجة، شوفوا ما شاء الله. ما نحكي لكمش على البنة، بالحق البارح طيب به مقرونة بالصوص جات ياسر ياسر بنينة وياسر تحفونة. دونك شوفوا هذه هكا القوام متاعها، شوفوا ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها الوصفة وان شاء الله تعجبكم، واذا كان جربتوها ما تنسوش بتشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كويزين باي منو، تبرتجيو الوصفة بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعمل فائدة. وفي وصفة قادمة ان شاء الله. بسلامة.